جماعة الحوثي أطلقت صاروخ فرض صوت للمرة الأولى على الإطلاق من أجل تغيير المعادلات العسكرية في المياه الإقليمية والشرق الأوسط بشكل عام. الأوساط الروسية هي التي تناقلت تفاصيل هذا التطور، بالإضافة إلى وكالات مهمة مثل وكالة سبوتنيك والأسوشيتد بريس كذلك. التفاصيل هذه كلها تحدثت بأن جماعة الحوثي قامت بعملية إطلاق صاروخ هايبرسونيك فرض صوت في مناطق سيطرتها من أجل اختبار هذا الصاروخ مؤخرا، وبأن الصاروخ الذي قاموا باختباره تصل سرعته إلى 10,000 كيلومتر في الساعة الواحدة ويعمل بالوقود الصلب، وبأن القوات الصاروخية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي بدأوا بالعمل من أجل إضافة هذا الصاروخ لترسانتهم الصاروخية الهائلة قريبا. وهذا التطور يأتي بعدما شهدنا كلمة الأسبوع الماضي لعبد الملك الحوثي زعيم الجماعة، تحدث فيها بأن الجماعة تعمل بشكل مكثف من أجل الوصول إلى صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. وها نحن نتحدث عن اختبار لهذه الجماعة لصاروخ هايبرسونيك داخل اليمن تحديدا، وهذا يعتبر تطورا كبيرا طبعا بالنسبة لجماعة الحوثي، وذلك بسبب أن هذا النوع من الصواريخ هو يعتبر من الصواريخ القادرة على المناورة بشكل هائل على جميع الارتفاعات، إن كانت ارتفاعات منخفضة أو مرتفعة، قادر على التخفي من الرادارات، بالإضافة دقة عالية في إصابة الأهداف وعلى مديات بعيدة. وبالتالي بجمع كل هذه المواصفات مع السرعة الهائلة التي يتمتع بها ويجعل مسألة التصدي لهذا الصاروخ صعب للغاية مقارنة بأي صاروخ في العالم. وهذا الصاروخ كذلك هو قادر في حقيقة الأمر أن طور بشكل أكبر من حمل رؤوس حربية كيماوية أو حتى رؤوس نووية، وهذا يعني بأن هذا الصاروخ سيشكل تحديا هائلا للغاية، ليست فقط لسفن الشحن الموجودة التي تمر طبعا في خليج عدن أو البحر الأحمر، لا أبدا، بل إنها ستشكل خطرا كبيرا على كل السفن الحربية من المدمرات أو حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور التي هي لا زالت منتشرة في البحر الأحمر، ستشكل خطرا كبيرا عليها، وذلك لأسباب مهمة. على سبيل المثال الأدميرال براد كوبر كان قد تحدث بشكل واضح بأن الصواريخ الآن المستخدمة ضدهم من الصواريخ البالستية المضادة للسفن تجعل المدمرة الأمريكية بشكل عام أمام قرار من 15 ثانية إلى 9 ثواني من أجل اتخاذ قرار في التصدي لهذا الصاروخ، وإلا هذا الصاروخ سيقوم بضرب المدمرة بشكل مباشر. وهذا الأمر طبعا لا يمكن أن يتحقق مع الصاروخ الذي نتحدث عنه من صواريخ الفرد صوت الهايبر سونيك القادر على تحقيق ضربات هائلة وخطيرة على حلف حارس الازدهار أو حلف الدروع الأوروبي المنتشر بهذه المنطقة. وبالتالي هنا جماعة الحوثي ستتمتع بقدرة هائلة ليس فقط على إبقاء الحصار مطبقا على مضيق باب المندب، ولكن أيضا على فك الحصار المطبق عليها من القوات الأمريكية أو من البحرية الأمريكية والبحرية البريطانية وغيرها من السفن التي اجتمعت ضد جماعة الحوثي. كذلك المصدر العسكري المقرب من جماعة أنصار الله كان قد تحدث لوكالة سبوتنيك بشكل واضح بأن هذا الصاروخ بالنسبة لجماعة الحوثي سيستخدم في هجماتهم على إسرائيل بشكل مباشر. وكما تحدثنا بسبب الإمكانيات العالية في المناورة بالنسبة لهذا الصاروخ والتخفي من الرادارات والمديات الكبيرة التي يتمتع بها، فهو قادر على الخلاص من كل المنظومات الدفاعية التي ستواجه هذا الصاروخ والوصول إلى عمق إسرائيل وضرب ميناء إيلات والعمق الإسرائيلي دون أي مشاكل بسبب التكنولوجيا الهائلة الموجودة بهذا الصاروخ. وهنا ما هو مهم أن تكنولوجيا صواريخ الهايبرسونيك بشكل عام هي موجودة في 5 دول فقط، فيا ترى كيف تحصلت إيران على تكنولوجيا الصواريخ الهايبرسونيك الفرد صوت التي نتحدث عنها؟ كما هو معروف جماعة الحوثي هي مدعومة بشكل مباشر من إيران، وما هو مثير هنا بهذه المسألة بأن أيضا تكنولوجيا صواريخ الهايبرسونيك الفرد صوت كانت قد ظهرت للمرة الأولى داخل إيران العام الماضي، منتصف العام الماضي تحديدا كان هنالك إعلانا بالنسبة للحرس الثوري الإيراني والقوة الجوفضائية، قالوا بأنهم الآن يمتلكون تكنولوجيا صواريخ الفرد صوت الهايبرسونيك، وأعلنوا عن صاروخ فتاح الذي أكدوا بأن هذا الصاروخ يستطيع بالطيران بسرعة 18,000 كيلومترا في الساعة الواحدة
وبعد ذلك في نوفمبر أعلنوا عن نسخة ثانية مطورة من صاروخ فتاح وأطلقوا عليها فتاح 2، وأكدوا أن هذا الصاروخ ممكن أن يطير بسرعة تصل إلى 24,000 كيلومترا في الساعة الواحدة، صواريخ هائلة للغاية. وهذه التكنولوجيا ظهرت لدى إيران بعد سنة ونصف فقط من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وروسيا طبعا صاحبة خبرة كبيرة في صواريخ الفرد صوت، وإيران ساعدت روسيا كثيرا خلال هذه الحرب خاصة بتزويدها بتكنولوجيا طائرات مسيرة، تحديدا طائرات شاهد 136 التي لا زالت روسيا حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها تستفيد من استخدامها على الداخل الأوكراني، والتعاون قد ازداد بشكل هائل. وطبعا بعد ذلك تحصلت إيران على هذه التكنولوجيا فجأة، وبالتالي واضح جدا أن إيران امتلكت هذه التكنولوجيا بالاستفادة من قدرات روسيا، وها هي تنقل هذه التكنولوجيا لجماعة الحوثي لتتمكن جماعة الحوثي بنفسها من امتلاك هذا الصاروخ واختباره داخل اليمن. وكذلك أن وكالة سبوتنيك كانت قد تحدثت عن مسألة أخرى مهمة، ألا وهي بأن جماعة الحوثي خلال 3 أشهر بدأت بالعمل على عملية تطوير الرؤوس الحربية الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة الخاصة بهم من أجل جعلها ولمضاعفة قدرتها التدميرية. وإذا ما حسبنا منذ بدء جماعة الحوثي باستهدافاتها في البحر الأحمر وفي خليج عدن، هم بدأوا بهذه العمليات في نوفمبر من العام الماضي، إذا حسبنا من نوفمبر 3 أشهر فسنصل طبعا إلى يناير، وفعلا منذ شهر فبراير بدأنا نرى بأن جماعة الحوثي من السفن التي استهدفوها تقريبا أكثر من 61 سفينة بدأ تأثير ضرباتهم يزداد بشكل كبير الشهر الماضي في فبراير تحديدا. فشهدنا في فبراير إصابة مباشرة من جماعة الحوثي أدت إلى غرق سفينة روبي مار البريطانية بهذا الشكل، وبعد ذلك غرقت بالكامل بهذه الطريقة. وبداية هذا الشهر كانت هنالك إصابة لسفينة MSC Sky 2، هذه الضربة أدت إلى تعطيل هذه السفينة وقتل 3 من طاقمها وجرح 6. فجأة ضربات الحوثي أصبحت تدميرية بشكل أكبر، والضربات كذلك أصبحت دقيقة وهائلة. وهذا التطور الذي نتحدث عنه من هذا الإعلان وامتلاك جماعة الحوثي الآن لصواريخ الهايبرسونيك الفرد صوت التي نتحدث عنها اليوم، هي تأتي في ظل عدم الوصول إلى أي حل أو أي طريق لأي هدنة داخل قطاع غزة. وأن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية بدأت توافق الآن إسرائيل في القيام بعملية عسكرية على رفح بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا لبوليتيكو في 24 ساعة الماضية. والولايات المتحدة هنا وإدارة بايدن وافقت إسرائيل بالقيام بعملية أشبه بعمليات مكافحة الإرهاب، وأن لا تكون العملية في رفح باندفاع الجيش الإسرائيلي بالكامل باتجاه رفح مما يؤدي إلى أزمة إنسانية كما حدث في المدن الأخرى في قطاع غزة، مما تتسبب بتأجيج الوضع في العالم ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنا إدارة بايدن توافق إسرائيل بالقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب لتفادي الخسائر المدنية في داخل رفح في حالة طبعا عدم وجود أي هدنة، وهذا هو الأمر الواضح حتى هذه اللحظة. بالإضافة إلى ذلك إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب خطة لإجلاء 1.3 مليون من المدنيين الأبرياء الفلسطينيين الموجودين في رفح وفي قطاع غزة بشكل عام من أجل لا تكون هنالك خسائر. وحتى هذه اللحظة ليست هنالك أي خطة من إسرائيل مقدمة لإدارة بايدن من أجل إجلاء هؤلاء المدنيين، وبوليتيكو أكدت بأن إسرائيل تعمل على خطة من أجل إقناع إدارة بايدن بأنهم قادرين على إجلاء المدنيين وقادرين على تنفيذ عملية من عمليات مكافحة الإرهاب لتدمير 4 كتائب المتبقية من حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى داخل رفح. وبالتالي نحن هنا أمام تطورات ليست بالعادية أبدا، خاصة بالنسبة لجماعة الحوثي. هذا التطور يعتبر مفاجئا للغاية وكبيرا للغاية على المستوى الاستراتيجي، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما على مستوى العالم بأكمله.